أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، رحبوا معي اليوم برائد الأعمال الأستاذ حازم جبور من جايا ستوديوز. أهلا أستاذ حازم. أهلا وسهلا فيكم. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، بنطلب منك في البداية تعرفنا وتعرف المشاهدين مزيد عنك وعن بداياتك مع جايا ستوديوز. تمام، أنا اسمي حازم جبور، خريج معهد العالي للموسيقى باختصاص عزف بيانو. مشروعي هو مشروع جايا ستوديوز. بدأ معي هذا المشروع ب 2008، كانت بداية هذا المشروع بسوريا واستمر لمدة 14 سنة، وبعدين هذا المشروع انتقل معي لدولة الإمارات بعام 2022. أستاذ حازم، ممكن تخبرنا على الخدمات اللي بيقدمها الاستوديو حاليا وشو الأشياء اللي تميز فيها؟ الخدمات اللي بيقدمها الاستوديو اليوم هو كل شيء بيتعلق بالأوديو برودكشن، يعني عم نحكي نحن من تسجيل الصوت لمعالجته بشكل كامل، هل هو مشاكل صوتية، هل هو تيونينج للصوت، بالانتقال كمان لكل شيء له علاقة بمعالجة الصوت بما يختص بموضوع الدراما، عم نحكي مسلسلات، أفلام، كمان في اختصاص موضوع التوزيع الموسيقي للأغاني والأعمال الفنية للمطربين للمغنين، تسجيل كورال، تسجيل وتريات، تسجيل أي شيء بيتعلق بالميوزك والصوت، فنحن جاهزين نخدمه from A to Z مثل ما بيقولوا. الأقسام الموجودة اليوم بجايا ستوديوز هي عدة أقسام رئيسية. القسم الأول اللي هو غرفة التسجيل نحن موجودين فيها حاليا، هي الغرفة مدروسة ومصنوعة بشكل أنه تخدم الصوت بالطريقة الصح والمثالية لتيك صوت، لأنه هون رحنا نتعرض لعدة آلات موسيقية، لعدة تجارب آلات صوتية، إلى باور صوت مختلف من الآلات البسيطة للآلات اللي باور صوت تبعها عالي جدا، فلازم تكون غرفة مدروسة بشكل كتير منيح مشان تردد الصوت ويكون تيك صوت المأخوذ بالمايك بشكل كتير منيح. طبعا هذا الشيء لازم يكون موجود كمان في مايكينج صح، مايكات بأنواع تكون احترافية مشان جودة الصوت اللي عم تنسحب من الآلة تطلع تماماً مثل ما لازم تكون. هاي الغرفة طبعاً مشبوكة على غرفة الكنترول روم اللي هي مزودة ببري أمس، مضخمات إشارة ذات جودة عالية كمان أكيد، وكارت صوت بيكون مخصص للاستوديوهات على كمان على درجة عالية من الاحترافية. كل هذا بيساهم أنه نحن نقدر نوصل لنتيجة كتير حلوة بتيك الصوت اللي بده ينسحب. الشيء الثاني اللي بينشغل بهاي الغرفة هو موضوع الميكسينج والماسترينج، إن كان للميوزك للأغاني أو إن كان للدراما. والشيء الإضافي اللي أنا ضفته من جايا ستوديو سوريا لجايا ستوديو بدبي اليوم هو الـ 5.1، صار في اختصاص موضوع أنه نحن نقدر نعمل ميكسينج للدراما أو للميوزك على شكل سراوند، ما بس نكتفي بستيريو ميكس، صرنا عم نشتغل سراوند ميكس، وهذا الشيء اليوم صار عم ينطلب بشكل أكبر باعتبار المنصات السوشيال ميديا، كل المنصات اليوم عم تعرض الأعمال الحديثة والمصورة يعني حديثا كلها عم تتطلب هذا الموضوع أنه يكون الصوت بكفاءة 5.1 أو أكثر، حتى على 7.1 أو على الدولبي أتموس. كمان في غرفة موجودة بالستوديو هي غرفة مخصصة للريهرسلز، لتدريبات الفرق الموسيقية اللي عندهم حفلات، عندهم دروس، عندهم أي شيء بخص تعليم الموسيقى، كل هاي الأمور. هاي الغرفة مجهزة كمان بتجهيزات على بعض الآلات الموسيقية، تجهيزات صوتية، بيانو، جيتار، بيس، هاي الأمور كلها لحتى العازفين على اختلاف اختصاصاتهم لما رح يجوا على هاي الغرفة رح يقدروا يلاقوا كل شيء موجود، كل شيء مناسب لحتى يساووا شيء اللي هنا جايين كرماله، هل هو تعليم، هل هو بروفا، هل هو أي شيء كان. وفي عنا كمان أشخاص موجودين بهذا الاستوديو، موزعين موسيقيين هنا عم يشاركونا هذا العمل، وبذكر منهم الأستاذ فادي مارديني، هو شريك نجاح بهذا المكان، موجود معنا دائما بجايا ستوديوز، هو ما يعني ما بده تعريف. الأستاذ فادي هو من المؤلفين الموسيقيين القدامى بهذا المجال كتير، وهو من شركاء النجاح بهذا المكان، فكمان هي واحدة من الأمور اللي بتزيد وبتعطي قوة لجايا ستوديو وتواجد أكثر بالوسط. أستاذ حازم، بعد النجاح الرائع والخطوة الجميلة اللي أقدمت عليها، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟
الرؤية المستقبلية هي كتير بتخص الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الإمارات اليوم هي دولة استقطبت كتير من المواهب، كتير من الفنانين، كتير من الاختصاصات. فاليوم المنافسة صارت مستواها عالي جداً لحتى يقدر الواحد يثبت نفسه بهذا الماركت أو بهذا السوق الكبير. لازم يحط خطة يقدر يوطد فيها العلاقات مع مختلف الجهات الفنية، الحكومية، التلفزيونات، الراديوهات. يعني لازم يكون في توسيع لشبكة العلاقات، لأنه هون أكثر عناصر نجاح الأعمال هي العلاقات. فالخطة اللي هلأ جاز ستوديوز ماشي فيها هي أنه نحن نوسع شبكة العلاقات مع الكلاينتس على اختلاف أنواعهم، لحتى يكون في نتائج أفضل، لحتى يكون في أعمال أكثر، ويكون في انتشار أكثر لجاز ستوديوز بدولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ حازم، بالنهاية شو الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات، لحكومة دبي، على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ بصراحة أنا بالبداية أنا بدي أوجه شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، وأكيد على رأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول شيء لمنح الإقامة الذهبية. أنا الإقامة الذهبية بعتبرها تكريم عالي المستوى جدا. أوكي، هي أكيد منحتني 10 سنين بدولة الإمارات، بس هي منحتني كمان شرف الوجود بهي الدولة، منحتني أنه أنا أقدر أبدأ مشوار أفقه واسع جدا، ما في حدود للأفق بدولة الإمارات، وهذا يعني بتخيل كل الناس صارت بتعرفه كتير منيح. دولة فيها قانون، دولة فيها نظام، وهذا شيء كلياتنا نحن مندور عليه دائما، لأنه لما يكون في قانون نظام فأنت محمي، لما يكون في أمان فأنت ما بتفكر بأمور تانية، أنت بتفوكس على العمل، بتفوكس على أنك أنت تقدر تبني كارير لألك، لأنه الأمور التانية بتصير خلص شيء طبيعي. أنت متكيف مع دولة فيها أمن وأمان، دولة فيها نظام، فيها هذا الشيء كتير مهم أنا بالنسبة لي، وبتخيل بهم أي شخص اليوم حابب يبدأ كارير جديد بمكان جديد. فأكيد دبي هي المكان المثالي لهذا الموضوع، وهذا شيء أكيد أنا شعرت فيه من أول يوم دخلت فيه على دولة الإمارات العربية المتحدة. بالنهاية ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع جايا ستوديوز؟ هلأ التواصل مبدئيا جايا ستوديوز في عبر صفحة الفيسبوك أو عبر الإنستغرام، وطبعا هلا كمان رح كمان موضوع صفحه اللينكد ان كمان رح تكون مفعله بشكل افضل، وطبعا رقم الهاتف الخاص فيني هو موجود هون او هون، لانه التواصل هو عم يصير بشكل مباشر معي. وبالنسبه لللوكيشن، جاي ستوديوز موجود بالبزنس باي بكابيتال جولدن تاور 705، فالوصول كمان سهل، وحتى هو موجود على جوجل ماب، اي حدا رح يكتب جاي ستوديوز دبي رح يلاقي اللوكيشن، سهل كتير. وأكيد أنا بكون سعيد باستضافة أي شخص عنده عمل فني، عمل موسيقي، مشاكل صوتية، أي شيء أنا بقدر ساعد أني أحله لهذا الموضوع، فأنا أكيد جاهز ومبسوط أني أستقبل كل شخص. شكرا جزيلا أستاذ حازم، ونشكر جميع طاقم العمل في جايا ستوديوز، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لحضوركم، شكرا لدعمكم، كانت خطوة كتير عزيزة، شكرا لوجودكم. أهلا وسهلا. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.